قديش فرحت بهالبشارة. هلأ عائلتنا رح تكبر بفضلك يا بنتي. علي رح يصير أب، وعدنان كمان عن قريب رح يحمل ابنه عايده. بس بعد ما أجا عزت لهون ما عاد إلنا نفس نحتفل بشي مرت عمي. لما عرفت أنه زهرة حامل ورح تجيب حفيد لهالعيلة لبستها أسوارة ذهب مثل هاي بإيدها، وهي إلك خدي بنتي. شكراً كتير إلك ستي، مو معقول شو حلوة بتجنن. لبقت كتير لإيدك ستي. بكرة في كم وحدة من رفقاتي حابين يجوا لعندي ويباركولي، طبعاً إذا ما عندك مشكلة. طبعاً ما في مشكلة، هذا صار بيتك لك بنتي. استقبل ضيوفك وكرميهم مثل ما بدك. ملك يلا روحي بسرعة وجيبي لي زهرة لعندي، في حكي بدي قلها اياه. يلا خلصيني. هاتي بنتي قربي صحنك. زهرة حبيبتي لورين خانم بدها اياكي شوي. زهرة ليش قاعدة لحالك هون؟ لأنه ما بدي اشوف حالي ابنه. حبيبة قلبي انتي لساتك حلوة وبتاخدي العقل، بكل حالاتك حلوة كتير. امي هاد كله وضع مؤقت، بيجي الولد وبيرجع جسمك مثل الاول واحلى. كل القصة انك رح تسمني شوي مو اكتر من هيك. بس انا هلأ ما نسميني، انا هلأ حامل امي، في جواتي ولد صغير ما بدي اياه يولد لانه خايفه كتير امي. ما حدا حاسس فيني. بعرف والله حاسه فيك يا روحي، بس نحن لازم نصبر شوي. بكره بعد ما تولدي كل شي رح يرجع احسن من الاول، رح نهرب من هون ونأسس لحياة جديدة لحالنا، رح تتحقق كل أحلامك بوعدك بهالشي يا عمري. خلص ما عاد عندي أحلام بنوب، كلهم اختفوا وما بقى عندي أمل بإني كمل دراستي. صايرة لما عم بتطلع بالمراية ما عم شوف حال. زهرة اللي أنا بعرفها ولا زهرة اللي بتمناها، مو هي أبدا. وحتى بطني صاير كل يوم عم يتغير ويكبر. والله أنا بعتها لتناديلها، مو لتروح وتقعد معها. صايرين عم يتدللوا علينا من وقت ما أجت إمها ولسانا لزهرة طولان. ليكو حالتنا، نحن قاعدين وعم نستنى الخانم لتشرف. بهي خانم روقي شوي على زهرة، البنت خجلانة وما عم تطلع من أوضتها.
المسكينة عم تستحي منا كلنا. ليش خجلانة الكنة الصغيرة؟ ما عم بفهم. زهرة بلش يكبر بطنها وتيابها صاروا ضيقين كتير عليها يا خانو. تعي عادي معنا شوي بنتي، هون مقابلي. في عندي إلك كلمتين. مين عطى المكتوب لعزت بالحبس؟ تعرف شو اسمه؟ شو رح تفرقي معك انت؟ هو كمان بدك تخلص عليه. انا هلأ جاوبته لعزت وقدرت وقفه عن تحده، بس ما رح يهدى ورح يعرف. ايه وشو الحل؟ اعترف بكل شيء. عزت لازم ياخد كل شيء له حق فيه، فهمان؟ كلامي واضح؟ ونحن ظلمناه كتير. ما رح اسمح لك، فهمت؟ ابدا ما رح يكون لمصلحتنا انك تحكي الحقيقة لعزت. بالله وشو رح يتغير اذا سكتت؟ اليوم او بكره هو رح يعرف الحقيقة ولعبتنا رح تنكشف. رح تشوف، ولا يهمك، ما رح يوصل لشي. هلا جلال ونزار ما رح يتركوا عمي منصور بحاله. رح ياخذوا بتارون منه. ما رح يرتاحوا ابدا لحتى يقتلوا لأبي. شو هالدنيا هي؟ لما بكون بأمان بتكون حياة عمو منصور بخطر، كله بسببي أنا. بعد كل هالسنين لقيته لأبي، وبالوقت اللي عم حاول اتقبل هالفكرة بدي أرجع وأخسره. اهدي زينب، حاش تبكي. أنا كمان انحرمت من أبي سنين، وبعدين رجع. بس انقتل. أنا بعرف كتير منيح شو يعني كلمة أب. رح أعمل كل شي بيطلع بإيدي كرمال ما تمرقي باللي مرقت فيه. لا تشغلي بالك أبدا. ماشي زينب؟ يلا أنا رايح. ديروا بالكم على حالكم وقفلوا الباب منيح، وإذا لزمكم شي اتصلوا فيني بيجي لعندكم بسرعة. ماشي؟ طيب. حاولي تهدي حالك. اسمعي زهرة، انتي رح تجيبيلي اول حفيد صبي على عائلة كيرمان، ورح يكون اول واحد بيكمل اسم عائلتنا، حتى رح يصير هو الاغا بالمستقبل. يعني ابنك انتي وعلي هو الاغا. كنت حابة كتير جمال كمان يشوف حفيده، بس من زمان عم فكر بالموضوع
وهلأ قررت؟ ابنكم يا زهرة رح يكون اسمه جمال ويحمل اسم جده، هيك بيضل اسم جمال موجود بيناتنا. والله تفكيرك بمحله مرت عمي. أول ما عرفت أنه أنت حامل وبدك تجيبي لنا صبي شلت قطعة أرض كبيرة وغالية لجمال الصغير، ولما بتولدي رح سجلها باسمه فوراً. اليوم من وقت ما إجا عزت وجاب سيرة جمال وأنا عم بحترق، بس هلأ مرت عمي بكلامك هاد هدية النار يلي جواتي. أنا وزهرة كتير منتشكرك. ليش لا تتشكريني؟ حفيدي ابن زهرة وعلي جمال بالمستقبل رح يكون آغا عائلة كيرمان، وأكيد رح أعمل كل شي بيطلع بإيدي كرماله. هذا حفيدي.